بيك ستور مدينة فاس كما وعدتكم بلي الدودون أرخص وأجود أنواع الدودون وصلت إلى مدينة فاس وحتى الجيل العامر. وعندها معاكم أول دودون باش كلشي غيلبس. عندك غتلبس الدودون وغتسخن، ما عندكش غتلبس الدودون وغتسخن. بحال هاد الدودون هادي عقلوا عليها، راه كاين فيها لا كونتيتي الحمد لله، يعني الدرويش غيلبس الدودون بأقل ثمن. هادي فيها غير النواخ، شو كيفاش دايرة تبارك الله. 79 درهم دودونة سخونة ب 79، فايتي دور راسك 79 درهم. ولاريفاج جديد ديال الدودون ديال 6000 وديال 7000 غنديرو على أقل ثمن في المغرب زائد الجيلي. بحال هذا اللي لابس أنا، جيلي ديال 300-350 درهم، ما نهضروش عليها. جيلي مليح غايدير ثمن مشجع جدا. شوف غتسخن اقل ثمن مع اخوك سعيد، نمشيو نشوفو لوكاليزاسيون ونرجعو باش كلشي يستافد من اقوى العروض. وزيدني حتى الدودون راه هي اللي حتى هي غنديرو فيها البرومو تاع هادي، هي هادي فيها كونتيتي ليميتي، هادي حتى هي دودونة برانية فيها حتى 5 اكس لارج 99 درهم. دودونة المليحة، نمشيو نشوفو لوكاليزاسيون ديالنا. اذا الله يحفظك. اذا بالنسبه للموقع ديالنا في مدينه فاس ولا غني عن التعريف، ولكن بالنسبه للناس اللي عاد يتواصلوا معنا من جديد، حنا كنتواجدوا اون بلان سونتر فيل اون فاس. حقيقه هذه الشرطه ديال الريكس، وهذه هي اللي تبيع الملابس الجاهزه رقم واحد اللي تكسر الاسعار في المغرب. على يدينا اليمين شنو كاين؟ كاين الرونبوان ديال شارع محمد الخامس، ميم با 30 متر كاينه بيك ستور. وعلى يدينا اليسار كاينه مكتبه الفجر، كتصنع واحد ثلاثه المتاجر على بيك ستوب. اذا ندخلوا الملابس الدافئه، اذا استعدوا للبرد كما تستعدون للعدو والعتاد الحربي وصل. راه هي المقاتلات المدرعه الى هما. اسمعوا الثمن ديال الجيلي، ثمن صادم، الثمن ديال الجيلي راه صادم. الجيلي هذا غير كتشوفوا ولا كتشدوا في يدك مطيبه، الاول اللي كيجيك هو 350 درهم الفوق. لا هاد الجيلي هذا شوف تبارك الله، شوف معايا بعدا هنا كتبان لك الخدمة اترافيغ لا فيديو ياك. الكابوش ديالو هادي، هضر معايا بالفرنسي هانا، كيتحيد له الكابوش مي كنحلو من الداخل كنلقاه سخون وباينة الجيلي برانية كارت كريز وعندو باسبور حمر. جا كيعاود 129 درهم، 129 درهم يا بلاش. كلشي غيلبس ان شاء الله، ممكنش غير في هاد لاكولوغ هادي. هاد لاكولوغ هذا اللي هضرنا عليه كاينه الموطار طبيعه الحال، راه هي الجيلي الجيل لي طاي من السمول حتى 5 اكس لارج حتى 5 اكس لارج. الله يبارك، شوف الجيلي تبارك الله، شوف معايا العنايه في الخدمه. اي واحد دابا اللي حاضر معايا من كليون اللي كاينين هنا يدير له التحاليل، جيلي مليح لاول مره في المغرب. ثمن قهوة تاخد جيلي 129 درهم، جيلي سخون. لا كولوغ تالتة عاوتاني، لي كولوغ فيهم واحد كيحنس الاخر، يعني لي كولوغ لي غيمشيو لك مع الملابس ديالك كاملة. هاد الزرق اللي لابس انا كيمشي لك مع الزرق، مع الجين زرق، الجين دي لافي، مع شي حاجة فيها الكري، فيها البلو مارين، هذا عاوتاني مع الكحل، مع الكرين وار، مع شحال 129 درهم جيلي. بلاتي فين هي الدودونة ديال 79 درهم؟ أيوة. 79 درهم دودون هاك، 79 درهم. بغينا كلشي شو شو تبارك الله، شو 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 79 درهم. صحة با عصام، صحة وراحة. 79 درهم دودون باش الدرويش هو يسخن في هذا البرد. هذا خوك سعيد فكر فيك، الناس اللي باغا المليح مشو دابا للدودون اللي مولفين كلشي كان كياخذها من عندنا، خديتوها ب 250 درهم متوفره حاليا في دو كولور، واللي هما طوندونس هما اللي كيتحتاجوا وهما اللي كياخذهم كلشي. الباج هاد الدودون، دودون اللهم بارك، دافئه الريشه وخفيفه وسخونه وخفيفه على الجيب، كلشي كان كياخذها 250 درهم. اذا البرومو غيبدا. شوف الناس ملي كيكون البرد كيستغلوا الوضع كيزيدوا في الثمن، حنا لا، حنا باش تعرفوا دائما معاكم في جميع الفصول. 179 درهم اقل من ثمن الجمله. تفكر كنتي كدير 200 درهم في جيبك كتخرج باش تقلب تاخذ جاكيطه،
كيعطيوك شي حاجه عاديه وما كتوصلش لفلوسك، كتلقاها ب 250 300. دابا تاخذ جاكيت مليحه دودون انيقه وسخونه وخفيفه، وحتى السخونيه ديالها ما كتعرفكش، كتحافظ على الحراره ديال الجسم. والثمن 179 درهم، وتشوفها في دو كولور طوندونس البيج والنوار طبيعه الحال، محبوب الجماهير اللي طايب فيها من السمول حتى الدوبل اكس لارج، كلشي غادي يلبس. السروال اخويا سخونه، نسخنوه هنا من فوق. اولا السروال كاين واحد السروال مونطوني، يعني مونطوني سروال اللي كنعرفو مونطوني سخون 130 150 180، دابا لا. انا كنقول لك حنا ما كنستغلوش الوضع، حنا كنتعاونوا مع خوتنا من السمول حتى الدوبل اكس لارج، وكما كنقولوا الكابوش كيتحيد، الملابس الدافئه تحدي الضجه في مدينه فاس. 179 درهم راهي يا خويا، السروال السخون هو هذا، الله يبارك. مونطوني انفيزيب من السمول هذا حتى 5 اكس لارج، حتى 5 اكس لارج. كول رزقك خوك سعيد غيجيب لك السروال اللي غيجي قدك. الثمن نشوفها في دو كولور بعدا، الكري فونسي والكري كلير بحال هذا، هذا غير الاكس لارج، راه باقي الدوبل والطروة والكاب والسانك. والثمن 79 درهم، شحال؟ 79 درهم. فرقنا من هادو اخويا 79 درهم، شنو ذاك الخير هذا؟ شنو هاد الخيرات هذه؟ 79 درهم، سروال مونطوني. غنشوفو واش كاينه شي طاي كبيرة، عاوني شي طاي كبيرة في هذا. أنا شوفوها ها ناخذ سال كرون طاي، غتاخذو كرون طاي، ما زايدش في الثمن، وخا زايد في الثوب، وخا سخون 79 درهم سخون اقل ثمن. أرا لي خويا تودو الكرون طاي عاوتاني، ها كيفاش غادير؟ حتى هي داخله مع البروم 179 درهم. خليها تدودو الكرون طاي حتى هي داخله مع البروم، هاك تدودو شاداش جرب جرب معايا من تما بقدوس هات هاك ولا رزقك وما تخممش. شحال؟ 179 درهم، دودون ديال 300 350، إذا وداعا للباب. هاني كولور صاحبي الله يبارك. شو غير في النظرة كتبان لك الدودون راه برانية، شحال الضو؟ 179 درهم. هاني كولور تبارك الله كاملين طوندونس، يعني كتلبس الأناقة كل حاجة اللي كتجي معاك. وتحية للماس وهنيئا لهم بالفوز، وتحية لشباب المحمدية حتى هما خصهم دائما تحلوا بالروح الرياضية. و 179 درهم دودون أقل ثمن في المغرب. بلاتي راه درنا لكم واحد المفاجأة. هنا يا خويا هذوك لي زونسوم، عمل لي لي زونسوم هذوك، درنا لكم واحد لي زونسوم. سمح ليك غتاخذ الفوق والتحت هادو فانسيري، يعني كانت مونطوني سخون الفوق والتحت ديالو، كنا كنبيعوهم مثلا 250 180، دابا غندير لهم واحد الثمن خيالي. غتلبس وليداتك باش يسخنوا اقل ثمن. هذه مونطوني وهذا السروال ديالو، كل واحد يشوف اي حاجه تقدر تلقى شي حاجه زوينه بثمن رخيص. 79 درهم اونسومبل، 79 درهم ملابس دافئه باقل ثمن في المغرب. رجعوا للجيلي، جيلي ديال 300 درهم 129 درهم. ارا لي السبرديله، السبرديله هاد الباسكيت هادي طوندونس، غير هي فيها لي طاي اولا لي بوانتور من 36 حتى 40. منين؟ من 36 حتى 40. بالنسبه لي كولور ديالها، ثاني لي كولور اخويا كاملين، هانت كاع لي كولور كاينين، الشيبي الابيض. وبالنسبه محمد يعني اللي كيبغي يلبس بحال هادي، راه عارفين هادي راه طوندونس، يعني دايره واحد الضجه، والثمن ديالها معروف 300 350. خوك سعيد جا ذلك شحال؟ 149 درهم. كلشي يلبس ان شاء الله. نعاودو نذكرو بهاد الدودون هادي، فيها تقريبا شحال ديال لي كولور، فيها الزريرق هذا، هادي زويونه تبارك الله،
وفي هذا الباش هذا، هذه راه كانت دايره 250 درهم، ولكن اليوم اللي دقدقنا اثمينا اليوم غنديروا لها شحال؟ 99 درهم. حنا بغينا كل شيء سخن، دعيو معنا شي دعوه ديال الخير. اذا بيك ستور شاركنا معاكم دودون سخونه، يعني ابتداء من شحال؟ من 79 درهم. دودون ابتداء من 79 درهم، وجيلي 129 درهم. هاو هذا راه جيل تخبي فيه صاحبك. اذا بارطاجي لا فيديو مع اصحابك، جيم كومونتير كيعبر على الاخلاق ديالك، ضاعف الحظوظ ديالك للفوز باش انت تكون من الرابحين ان شاء الله. دائما كيكونوا هدايا للجميع، وباش تستافد كنقول لك هذا العرض هذا مستمر الى غايه يوم الاحد ليلا. اذا نهار الاحد بالليل ادى البرومو، وها هو يغادر في حفظ الله.